عسلامة مرحبا، أنا اسمي عبد المجيب بيلاني من تونس. جيت لتنظيم الجوكر بلوت، عشت تجربة مزيانة برشا، قمت فيها بعرض أخطاء القصيد. نعطيكم لمحة على العرض اللي هو تكتب، ومن بعد خرجت منه مفهومات. كن جسورا بل جرمودا مستتب، تشق الصحاري تجاري الرياح اذتهب، جب البحار وارحل واغترب، فالقوم سفاح يقتص إذ تقترب، فالقوم سفاح يقتص إذ تقترب. هذه باراجراف من النص اللي تخدم عليه عرض أخطاء قصيد. كانت تجربة مزيانة برشا، جاكر برود أول مرة جاها عشت معها حاجة مزيانة، نظام استقبال ياسر مزيان، كيف كل ياسر محلاها، وإن شاء الله تكون البريمير لينا وكهو.